الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللقاء يتجدد بكم زي ما عودناكم كل يوم مع الدكتور عبد القادر المصري. اتصالاتكم مهمة جدا تهمنا، ونحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات. وزي ما قلنا أمس، الأخوة إدارة القناة بارك الله فيهم مشكورين، زادونا تقريبا 10 دقائق، 44 إلى 50 زادونا 6 دقائق في الوقت الحمد لله، وبنحاول نضغطوا فيهم. احنا كل مرة نزيدوا، احنا نقولوا 5 دقائق يزيدونا، احنا ناخذوا في 10. تكلمنا طبعا على فوائد الصيام من بداية رمضان. السنة هذه درتها بطريقة مختلفة. العام الماضي كنت أتكلم على طول السنة على فوائد الصيام، السنة هذه أقسمت الصيام إلى 3 أعشار، 3 عشرات، يعني 3 تلت. الأول فوائد الصيام، التلت الثاني الأغذية أو الطرق أو العوامل التي تساعد على الصيام، الثلث الثالث اللي هو بنتكلموا عليه أضرار الصيام، بنجيبون بالمرض كيف الضرر يصير وعلاش يصير وكيف الحيلولة دون حدود هذا الضرر. يعني فوائد الصيام، عوامل تساعد على الصيام، أضرار الصيام بنقولها. تكلمنا عن الراحة الفسيولوجية. اليوم أعتقد أن احنا اليوم يوم العاشر، ما زال نبغى نظن نهار ولا زوز في فوائد الصيام، لأن طولنا شوية في موضوع كنا كل يوم فائدة، لكن في حلقتين أخذوا يعني أكثر من حلقة، حلقتين أخذت فائدة واحدة. تكلمنا عن الراحة الفسيولوجية، تكلمنا عن التخلص من السموم، تكلمنا على تجدد الخلايا، تكلمنا على زيادة التمثيل الغذائي، تكلمنا على تحسن أداء الجهاز المناعي، وتكلمنا على كورونا هنا أول شيء تكلمنا عليه. تكلمنا على الصيام وانقاص الوزن، تكلمنا على تحسن الأداء العضلي اللي هو اللي حنزيد نتكلم عليه اليوم، تحسن الأداء العضلي، تحسن الإحساس العصبي للجهاز العصبي باهي، والسلوك أدنى الصيام. مازال في عنا، تكلمنا على الشوارد الكهربية، مازال عنا دهنيات المصل كما وكيفا، ومازال عنا كبح جماع الشهوة، وهو نقطة مهمة جدا حنناقشوها بطريقة يعني فيها نوع من الحياة، يعني نتكلموا فيها بطريقة بدراسة معينة، حنتكلموا على الدراسة هدية وما أفضت به هذه الدراسة. اليوم حنتكلموا على أكد الدراسة دكتور كاتمان من جامعة برينستون أمريكية، أن عدم خفض الاختيارات والتحكم في الرغبات قد أدى بالفعل حسب دراسة الميدانية إلى زيادة الإحساس بالاكتئاب. يعني الاكتئاب أو الإحساس ب الضغط النفسي أو الإحساس بالضغوط النفسية، هدية قال لك نتيجة عدم خفض الاختيارات، يعني عدم كبح الاختيارات هدية والتحكم في الرغبات، أدى إلى زيادة في الشعور بالاكتئاب. يعني واحد اللي بيه ديرة ما فيش، لا ما تصليش، صلي أو ما تصليش زي ما تبي، صيم ولا ما تصيم زي ما تبي، كل ولا ما تكلش، ما فيش حرام في الماكلة، كل اللي تبي، كل خنزير، كل عرفت كيف اللي تبيه، عرفت زي ما فيها البناس باي اللي جابونا الكورونا هذه باي، ما فيش حرام، ما فيش لا ما تديرش لا دير، ما فيش اختيارات مفتوحة. ولهذا البلدان العالم اللي ما فيهاش دين، ما فيهاش التزام، ما فيهاش كبح للجماع أو كبح لجماح الشهوة أو كبح للغريزة، ما فيهاش حلال وحرام ومفتوح الموضوع، نسبة الكآبة عندهم كبيرة. تصوروا، نعم، مش مفروض يكون نسبة الكآبة عندهم أقل؟ لا ما تديرش، وحية كلها مسكرة وكلها واحد، لا لا. لقيت الدراسة هذه، ودراسة مش دايرهاش عبد القادر ولا أحمد ولا محمد مسلمين، دارها واحد مش مسلم اطلاقا. قال ان، وفي دراسه اخرى قديمه شويه من 2004 دكتور شوارتس قال إلا ان معدلات الاكتئاب ومشاعر الاحباط والتعاسه نتيجه الافراط في الاختيارات تزيد. يعني اذا نتيجه الافراط في الاختيارات وفتح الاختيارات زي ما تبي انت، تاكل شن تبي وتشرب شن تبي وتصلي والله ما تصليش، تصيم والله ما تصيمش، حياتك انت حر لا ديني بدون دين، عايش اكرمكم كالانعام بل اضل سبيلا،
هؤلاء الناس يكتر عندهم شعور بالكآبة والأمراض النفسية. بينما الدراسة تقول عندما يكون هناك حصار للشهوات وكبح للاختيارات وتصغير، عرفت كيف يعني نطاق الاختيارات، كل هذا يؤدي إلى النقص أو الإقلال من حدوث الأمراض النفسية. طبعا القناعة لها دور، لما أنت تصلي وتصوم وأنت مقتنع بأنك تتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، وأنت تتعلم في هذا الشهر أنك كيف تستطيع أن تكبح جماعك، وكيف تستطيع أن تقلل من سقف الاختيارات إلى أقل قدر ممكن، يؤدي به هذا إلى قد يكون هذا العمل يؤدي إلى تغير في فسيولوجية المواد الكيماوية السائرة في الجسم، الترانسميترز هدومايا، هيستامين، أدرينالين، نور أدرينالين، التيرويد هرمونز، جروث هرمونز، تيروكسين، كل هذه الهرمونات قد يؤدي إلى تغير دون ما نشعر، دون ما نعرف. ولو ما أجريت أبحاث على التغيرات الحادثة، وهي بعض منها أجريت، أنا والله لي حوالي جيت يومين ثلاث أيام وأنا مفتش في كل المعاجم وفي كل الكتب وفي كل الأبحاث على موضوع علاقة الأمراض النفسية بالصيام، وعلاقة الأمراض النفسية بالالتزام والقناعة والدين والاختيارات والقناعة بما أعطاك الله عز وجل. وإن كان تسألني سؤال وأنا قلت من قبل، قلت إن الأمراض النفسية هذه أمراض قد يصاب بها حتى مشايخ وعلماء كبار مقتنعين ومؤمنين ويدرسوا في العلم، لكن هذا عبارة عن نبي عشرة من هرمون الهستامين، ما اعطتنيش عشرة، نقصته لي، اعطتني واحد، صار لخبطة في الدماغ، صار لخبطة في المسار الكهربائي في الجسم، في الأداء النفسي في الجسم، حدث مرض نفسي. وهذا ما يفسر حدوث الأمراض النفسية الوراثية التي تنتقل وراثيا من شخص إلى آخر. إذن الصيام يؤدي إلى ضبط في هذه الشهوات، وبالتالي الضبط في الغرائز، ومن ثم أيضا والانفعالات والسلوك. ولهذا تؤدي به إلى ضبط أو عملية إعادة ضبط الأعراض النفسية المنحرفة، ومن ثم حدوث تغير كيماوي داخل الجسم يؤدي به إلى الإقلال من الإصابة بالأمراض السيكولوجية أو النفسية، من ضمنها الكآبة. ثم يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتحدد مواصفات الصوم المتكامل الذي يتصف بضبط الشهوات والصبر على الرغبات وتحمل الجوع والعطش، أي برنامج متكامل لتنمية قدرات الإنسان على الضبط الذاتي وإعادة برمجة الجهاز العصبي والسلوكي بلغة العصر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي أريد أن أسوقه، وأنا دائما نحب ندير ميكسينج ما بين ما بين ما بين الشرع والدين وما بين العلم في حد ذاته. أي نعم إن إحنا مناش أهل علم وهل ومناش حتى طويلة بتعلم في الشرع، لكن في الطب إحنا متعلمين في يعني في متوسعين بتوسع كبير جدا، مما يؤدي هذا التوسع إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، والتسليم والمعرفة بأن يعني الدين له علاقة بالطب علاقة مباشرة. وأقصى ما تمنيت في حياتي أني نكون أنا جمعتهم الزوز، لأن حنعيش فترة يعني عمرية أجمل منها لا يمكن تكون إطلاقا ولا يستطيع أن يصفها الإنسان، عندما يكون يعني متبحر في الشرع ومتبحر في العلم الطب، كما كثير من الدكاترة. في عندنا صديق في أمريكا، هذا صاحبنا كان دكتور أيمن، كان ما شاء الله بحر من العلم الشرعي وحامل كتاب الله، ويقول لي دائما يقول لي والله يا عبد القادر ما تعرف
قيمة الطب إلا لما تتبحر في الدين وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما نحاول بقدر المستطاع أن عندما يعني يقع يعني بين يدي أي موضوع طبي داخلي يتعلق بالسيكولوجية ويتعلق بالأمراض النفسية ويتعلق بأمراض السكر ويتعلق بسلوك المريض، فتبدأ أنت بالمريض تبدأ تعالج فيه نفسيا دينيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي محمد، نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني ريحة فم الصائم اللي يقول عليه عفنا احنا وفيه صند فمك باي عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب مسك اللي حاطه على الشم اللي نشم فيه توا، وطيب هدايا والله العظيم صند فمي أطيب من هذا بمئات وألاف المرات. للصائم فرحتان يفرح بهما، يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقى ربه فرح لصومه، أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. يعني هذا أعطانا من الأخير، أعطانا الزبدة الأخيرة، قال إن الصيام جنة، الصيام راحة، الصيام يعني كبح للشهوات، الصيام كبح للاختيارات. أنت لما نفرض عليك فرض أنك أنت من بعد الفجر ما عادش تاكل ولا تشرب ولا تنظر لحرام ولا 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 عرفت كيف، ولا انك انت لا تستطيع انك انت تشبع غريزتك من ناحيه، لا من ناحيه لا لا, لا من ناحيه غذائيه ولا من ناحيه نفسيه ولا من ناحيه جنسيه ولا كل النواحي، وتستطيع ان هناك من يقف فوق راسك بل يخوفك يقول لك اذا ما تجاوزت هذه التجاوزات فان يكون هناك عقاب وخيم وان هناك يوم ستحاسب فيه امام الله عز وجل على هذا الذنب الذي اقترفته، هذه كلها تؤدي به إلى برمجة الجهاز العصبي وعملية إعادة برمجة هذا الجهاز العصبي وإعادة ترتيبه، زي ما نقوله فاكتوري ريست، يعني زي ما نقوله ضبط المصنع، تضبط الجهاز العصبي بتاعك إلى المصنع، الشوارد هدية الكهربية والهرمونات اللي توزع كلها تتعدل. هذه واحدة من الأشياء اللي احنا تكلمنا على أيضا على تحسن الأداء العضلي. احنا عندنا خلاص ابدا خود يا محمد الاتصالات، هي خلاص لان احنا دخلنا على وقت الاتصالات وتلت معناها قالوا لي معاش تزيد ثانيه واحده ابدا في الاتصالات، بس بدنا ناخذ اكبر عدد من الاتصالات. فالاداء العضلي يتحسن اداء اثناء الصيام، وهذه بالتجربه وجدوا ان التحسن الاداء العضلي وقدره التركيز وقوه التركيز ودقات القلب وضغط الدم وتنظيم القلب كله يتحسن في اثناء الصيام، وهذه فائده من فوائد الصيام العظيمة. دكتور أنا التراكم 8.1 ناخذ في الجينومت 50/1000 مرتين، كيف ناخذها في رمضان؟ ما كان 8 التراكم بتاعك عالي شوية، خذها مرتين بعد الفطور وبعد السحور، وقيس السكر في النهار، كان نزل السكر خلي نقص في الحبة بتاع السحور، يا ما تاخذهاش يا إما تاخذ 50/500. الله يبارك فيك. نعم أهلين سيد عبد القادر، كيف حالك؟ مساء الخير دكتور، كيف الحال؟ مساء النور، كيف حالك اخوي عبد القادر؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. بارك الله فيك، تفضل. يا دكتور عندي الوالده تتابع عندك وما عادش قدرت توصل فيك. توصل فيا ونص وخمسه، حاضر تو نعطوك الرقم. تو يا دكتور. نعم. هي تضرب في 16 في قبل الفطور وتضرب في 12 في السحور هذه 40 في السحور و12 في السحور هذه في السحور. لخبطتهم يا عبد القادر، عاودهم لي. 16 فطور انا نقول لك 16 فطور و12 سحور و40 ساعة 12 في الليل. بالضبط. ما باش ينزل السكر بكره. هذه والله انت فكرتني في نقطة فعلا اللي انا كنت بنتكلم عليها، يعني الصيام راهو يا جماعة معظم الصائمين اللي ياخذوا في باري انسولين وعلى جرعات متكرره وسكرهم ما انتظمش، والسنه هذه فعلا لاحظتها ملاحظه يعني واضحه جدا، ان ما فيش مريض يبعت لي 174 رساله اليوم ولا واحده فيهم جاوبتهم، ولا واحده فيهم ردت وقالت لي يا دكتور بارك الله فيك سكر كويس، كلهم سكرهم متلخبط وكان سكرهم قبل رمضان كويس. ولهذا شنو نبغى نديروا؟ لما يتلخبط السكر على جرعتين برتقالي، لما يتلخبط السكر على جرعتين برتقالي نحتاج لثلاثه برتقالي.
كيف نديره؟ كيف كان الدخل في الافطار؟ عبد القادر ايوه كيف كان الدخل في الافطار؟ الافطار كم كيف كنت تاخذ؟ كاخذ 12 فطور 16 غداء و12 عشاء صح هو؟ ايه حسيت هكا سبحان الله با ورصاصي ورصاصي كان الدخل 46 و رصاصي قديش تاخذ؟ 30 لا شويه لا شويه با يركز معي توا هذا علاش هذا علاش عالي السكر في النهار؟ هذا علاش عالي السكر في النهار؟ ايه باهي تو نجاوبك خذ رقم تليفوني باش نشوفها وتو نجاوبك كيف نديره في رمضان باهي هو باه اذا كان السكر عالي في بداية اليوم خلاص ان شاء الله باذن الله اذا السكر عالي في بداية اليوم على الساعة 9 الصبح 10 الصبح 11 الصبح معناها برتقالي السحور شوية 12 دير 14 اذا كان السكر عالي اثناء العصر معناها السكر الرصاصي شويه انا بنقول له ارفع رصاصي 40 بدل 30 باهي اذا كان البرتقالي عالي خليه 36 خليه 36 36 خليه باهي واذا كان عالي من فطور للسحور معناها نبو نديره 16 فطور 10 سحور 10 12 في الليل اللي هو وجبه عشاء و10 السحور 10 و10 20 و16 36 و36 من رصاصي الساعه 11 في الليل باهي اذا نحن هذه النقطه مهمه جدا جاوبتك اخي انت بعثت رسالتين مع بعض دكتور الله يبارك فيك ابنتي عمرها 21 سنه عندها سكر تراكمي كانت 12 ونص 8 لاخذ فيه علاج هذا لازم قلنا لك تبعته لنا لازم نشوفوه ما يجيش منك كلام هذايا عمري 47 الوزن 67 تراكمي 10 هلبة لمده 9 شهور الدواء كنت ناخذ 50 على 1000 في الغداء والقلم الرصاصي 12 ولما تغير شيء قبل رمضان غيرت على الابره 70 30 في الفطور 850 50 في 800 وسحور ومع هذا مازال ما صابح لانك الدواء ما تاخذش فيه تبي برتقالي ورصاصي بديت الرصاصي بس غير 70 30 70 30 ما نفعش ارجع البرتقالي ورصاصي يتعدل ان شاء الله لانه يبي تعديل وجرعات طبعا على حسب ما نشوفه باي مرحبا بك هيشيل يا محمد نعرف زحمه مكالمات ثانيه هي يعطيني يلا دخل لي هي اخت نعيمه نعيمه تفضلي اختي نعيمه دكتور انا جوزي عنده تراكمي 14.4 الله اكبر 14.4 واللي قامت السكر حللنا جنا السكر 280 يا اخي شويه كان 280 على 14.4 14.4 متوسط سكر زوجك يا اختي 366 ها متوسط سكر زوجك واليوم 282 شنو ياخذ في علاج؟ انسولين 70 مش حيخدم معاه مش حيخدم معاه لا حطوش واحد اتصل قال 70 30 خدم معي كويس ما فيش نقص نقص التلفزيون نقص التلفزيون وخيتي تربحي الله يفتح عليك يدوخني انه يدوخ فيا يعني عرفتي ايه نقصي ايوه سامحني بارك الله فيك إيه؟ دكتور اي نسمع فيك يا اختي حاضر تفضلي باهي 14.4 يا اختي هلبة التراكمي هلبة التراكمي السكر عالي معناه 70 30 ما يخدمش بكل يا اختي بس شنو ياخذ باهي دكتور ما نقدرش نقول لك شنو ياخذ لاني شفت طبيب الطبيب هو اللي يقول له شنو ياخذ لازم يغير علي باهي طبيب في الحاله هذه ما حصلناش مكانها نمشوا له واحنا شبه لاجئين ما عرفنا وين يعني حاضر انا نخدمك ولا يهمك بدون اي يعني شيء بارك الله فيك حاضر اعطيها رقمي اعطيها رقمي يعني مش معقوله بتشوف واحد تراكم بتاع 14.4 ومازال قلبك ميت وتشوف له وانت هيك مازال ما عندكش حتى احساس انك تقول والله نعالج انا والله رغم لنا زحمه رغم لنا والله العظيم ما عاد ملحق ولا قادر لكن بصراحه ما تقدرش تشوف واحد هيك بالطريقه دي يعني تشوف انسان قاعد يموت قدامك وتتفرج عليه ربي يعيننا بس ادعوا لنا ربي يعيننا بس احنا واحنا اخوتنا والناس اللي حوالينا اللي قاعدين عرفت كيف قايمين على بهذا العمل يعني مش بروحنا راهو في هالبناس ما شاء الله فانا طبعا لما تقول لي طرابلس بنقولها بنشوفك لما تقول لي متى برا طرابلس انا اعرف من نحولها انا كان هذا علاش نقول خذوا رقمي وتواصلوا معي مباشره لان كان في الزاويه نعرف من نبعتها في سرمان وصبرات نعرف من نبعتها في الزنتان نعرف من نبعتها في مصرات نعرف من نبعتها في سرت نعرف من نبعتها بنغازي درنج دابيا البيضة كلها عندي ونعرف عندي دكاترة زملائي واصدقائي واخوتي هيك
نقدر نبعث غادي كايا ونعرف ايش دابيا نقدر نبعث. لكن ما تقدرش انت لما واحدة تكلمك من طرابلس تقول لا والله انا ما نقدرش نشوفك شوفي غيري، حتى اخلاقية ما نقدروش. نعم فضلي اعطيني يا محمد. السلام عليكم دكتور فاضل، عندي الحاجة عمرها 63 سنة، السكر مشتخر، كيف تواصلوا معك؟ وبعت لك رقمي اخوي، هاي كيف تواصل معي؟ ماشي حاضر. ايه دخلوا لي محمد من طرابلس تفضلي. السلام عليكم. هذاك رقمي واتساب وفايبر يا اخي، باي واتساب وفايبر ابعث لي تنقول كيف ترتب لها سكر. هاي محمد تفضل اخوي محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير دكتور. وانت طيب يا سيدي، كل عام وانت طيب بخير. انا عندي الوالد عمرها 70 سنه. 70 سنة ربي يحفظها لك، إن شاء الله تبيدها وتبيدك إن شاء الله يا حاج، إن شاء الله تأخذ بركتها. الحاجة أمه ولا زوجته؟ أمي قال عندي المرأة هو لا قلت عندي الحاجة أمي الحاجة. أي با ربي يحفظها لك ويطول في عمرها الحاجة، هي دي الخير والبركة هي، إن شاء الله تأخذ بركتها. هذه المصرف يا حاج، هذه البنك، هذا البنك، هذا البنك اللي يعطي بدون حساب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ايوه تفضل. أيوة. طبعا احنا نازحين باهي بالدرجه الاولى. ربي يردكم سالمين لدياركم ان شاء الله. ان شاء الله، وهي ده. طبعا حتى نفسيا هيك تعبه شويه، اللي عندي اخوي في جهه واختي في زوجها متوفي في جهه، وانا قاعده شويه الموضوع باهي. اي المهم طبعا سكرها تو درت لها تحليل في المركزيه تاع سوق الجمعه الساعه 2 طلع 329 والتراكم 8. الله اكبر. ايه باه والتراكم ايه؟ التراكم 8. التراكم 8 محمد ساعدني. ايه 8 خير اللي بصوته. باه ايه باهي. ايه وتاخذ في الانسولين على الفطور 30. 30 باه. وتاخذ في حبة 150 في نص الماكلة في نص الفطور. باه. وتاخذ في السحور 30. يا ودي. الساعة 4. سلاطة. باه. وتاخذ في 30 70 راهو. ايه عارف ايه. نفس المشكلة. ايوه نفس القضية اللي لكن سكرها الاسبوع اللي فات لقيناه 200، والبارحة الأولى كذا اللي فشل تقول باقي عنده هبوط، هو مش هبوط هو مرتفع السكر، لقيناه 329 والتراكم 8 كيف نديره؟ سكر مش منتظم خوي، نفس القصة نفس القضية نفس القضية، ولن تجد واحد على 70 30 إلا نادر جدا جدا تلقى سكره كويس، وما زال يعاند ويجيبوا فيه. باهي ماشي، ولن تجد واحد، وهذا رأيي الشخصي، انك لن تجد اغلب الليبيين سكرهم منتظم على 70 30، ولا في رمضان حينتظم على 70 30، حتى اذا كان في الايام العاديه مش منتظم 70 30 فمن باب اولى في رمضان غير منتظم اكثر واكثر. تبي تغيير دواء؟ لا كيف نفس الشيء. حاضر نخدموك، ظروفك تعبانه وما فيش كيف ان احنا نساعدوك. حاضر حاضر، لكن احنا نقدر حتى خليك اعطيه رقم تليفوني وتو بكشي نحول عليه واحد من يعني من الشباب يساعدوني فيه ان شاء الله. باهي هي دكاتره فيه ما شاء الله، دكاتره ساعدونا ان شاء الله في طرابلس هنا. باهي نفس القصه نفس القصه، تراكمي عالي، السكر عالي، ما باش ينتظم. واحد تراكمي 14.4 يخف 70 30، والسكر كل يوم تراكم يزيد 1.8.9 9 التراكمي حتى وقعت في الزياده، والسكر مش منتظم، قلت لك في 300 30 فطور 30 سحور غلط، المفروض ما دخلش 30 فطور 30 سحور. كيف بتقسمها ثلاث مرات؟ صعب تقسمها ثلاث مرات 70 على 30، بتقسمها في 8 ساعات، يعني في 8 ساعات يعني من الساعه 8 8 9 10 11 12 1 2 3 4 يعني 6 يعني 8 ساعات. كيف بتقسم ثلاث جرعات في 8 ساعات؟ صعب جدا، لازم ناخذ برتقالي ورصاصي، هذا انسولين الصيام. بعدين حتى كان بيرجع المكستار 70 30 ثلاث مرات في اليوم على بركه الله كان تعدل السكر به، لكن لازم نتحول الى اللي هو الاساس والسريع، كل واحد بروحه. نعم اكرم من الزهره تفضل يا اكرم. تفضل اخوي اكرم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله يا اكرم، كيف حالك؟ تفضل يا اكرم. نقص تلفزيون يا اكرم، سكر بك لو بعد عليها وقعمت في دار ثاني يا اخوي، الله يفتح عليك. شو حالك يا دكتور؟ بارك الله فيك، التلفزيون ما زال قاعد مفتوح يا اكرم. اي خلاص هو ده علاش، هو لما تضل التلفزيون مفتوح في جنبك
انت كيف حالك يا دكتور وانا ما اسمعش فيك، وانت تقول لي وانا اقول كيف حالك لغايه ما تسكر الخط بدون ما تشعر وتخسر مكالمه، خساره يعني، فهمت باي؟ فالان الان الفكره احنا زمان نجحنا في بعض الادويه نتاع السكر زي الدوانير في القضاء عليه في ليبيا هنايا، نجحنا. وهذا البرنامج واحد من البرامج اللي حارب هذا الدواء محاربه شرسه جدا، لدرجه ان دكاتره زملائنا قالوا والله لا صح عليك انت قدرت انك تقضي على هذا الدواء باي. وانا الان ما نبيش نحارب 70-30، لكن اللي بنقول ان اغلب اللي بيم يخدمش معاهم 70-30، واللي بنقول اللي بيمشي مع التيم، انا مش انا راه عندي زملاء وعندي اطباء وعندي عندي 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 الطلبه فهمني كيف، وعندي ناس علمتهم، علمت تيم كامل فريق كامل من اطباء السكر كلهم علمتهم بان 70-30 لا مكان له في ليبيا. هذا اللي قناعتني، وهذا راهو مش معناه ما يصلحش وما ينفعش وما ينعطاش، قناعتني وصلت ان 70-30 وان الان والار هذا الان والار معقوله، وعنده عندي راي ثاني فيه يمشي حاله مرات، الان والار يمشي حاله مش زي 70-30. اما 70-30 بطريقنا بنمط حياتنا باسلوبنا في الحياه بماكلتنا ناكلوا فيها بغدانا الكبير، يعني حتى لو خدنا ثلاثة مرات لن يعمل زي ما نبوا احنا بالضبط زي ما يعمل السريع والبطيء. 50-50 يمكن، 60-40 هيومولوج يمكن، مازال ما شفناهمش لنشوفوهم الاول، لكن 70-30 هذا الان كلامي في الاول هذا يعني حاربوه وقالوا هذا الكلام ماهوش مزبوط وكيف يقول الكلام هدايا ومش صحيح وا 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 واللانتوس زمان قالوا كيف هذا يدير ورم ويدير مش عارف شنو، واول ما بدينا نعيطوا به ودخلناه هو البرتقالي، وبعدين دخلنا الابيدرا، وبعدين دخلنا الاخضر، وبعدين دخلنا ترسيبه، وبعدين قلنا افضل، وبعدين الان اصبح اغلب المرضى يعطوا فيه واغلب الدكاتره يعطوا فيه، لان الواقع يتكلم يفرض رايه. كل ما في الامر هو ان اثنين، واحد اقتنع اليوم واحد ما بيش يقتنع، عرفني كيف، الا بعد ما يجرب. انا جربت قديم واقتنعت من البدايه، من البدايه جيت مقتنع بان 70-30 ما يخدمش، مش من سنه ولا اثنين، من اول ما روحت من برا وانا مقتنع بان 70-30 هذا السبب. 70-30 ليش مقتنع انه ما يخدمش؟ لان ما لا يتماشى مع نمط حياتنا مع اسلوب حياتنا. كلامي هذا يؤخذ ويرد، وممكن يردوا عليه ونقولوا كلامك مش مزبوط، ونقول لك باي كلامي انا مزبوط ولا مش مزبوط، انا مقتنع به وانا نعالج في مرضاي بالطريقه دي، وان هذا ماليش مكان عندي في مرضاي، الا نادر جدا 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 لما نلقى المريض سكره كويس واموره طيبه، ويكون هذا واحد من ال 20-30% اللي هم بال 70-30 يخدم معاهم نخليه. لقيت سته تراكميه وما عندهاش هبوط وسكره كويس واموره طيبه وعنده في مكس ولا على 70-30 نقول توكل على ربي خذ ثلاثه مرات وامشي به. لكن نلقى في التراكم بتاع 14.4 والله التراكم بتاع 8.9 والله زي امس 17، ومازال قاعد تقول لي انه والله مازال بنعطي 70-30. 70-30 شنو هذا؟ تعطي فيه ميه وحليب بالضبط يا غرت. نعم هيثم، تفضل يا هيثم. سامحني هيثم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. خير دكتور، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. مرحبتين بك يا هيثم، تفضل. التابع عندك الحليمه السهل. حليمه اي كيف حليمه حاجه حليمه كيف هي؟ ما حصلناكش بكل والله. جاي معك جوزتي تعرف هي محللت لها ودير لها تحاليل واحد جاي معك. بارك الله فيك. حاجه حليمه كيف حالك؟ شنو حاكي حاجه؟ كيف حالك يا دكتور؟ كلمتوني وبعثتيني وردت عليك صح ولا؟ لا والله ما سبحتش ما لا رديت عليك امس ولا امس رديت عليك. امس والله وقلت لك عدل الجرعات هون، قلت لك ديري البرتقالي ثلاثة مرات في اليوم، ديري فطور وغداء وعشاء، فطور وعشاء وسحور صح ولا؟ لا لا ما رناش ما عندناش نت، قلت لك اليومين هادو مش حاجة حليمة السايح ولا؟ ايه من رجبان ولا؟ الناجح من رجبان. لا لا الناجح من رجبان، الناجح من رجبان. ايه حليمة الناجح. ايه ايه به ما رديت عليك ما عندكش نت انت به. هاي نبي توا الجرعات درنا لها في الفطور 20 وفي العشاء في السحور 20 وفي الساعة 12 درنا لها 40 40 من رصاصة. ايوه السكر عالي السكر مش اقل من 250 باه البارح 288. اعطيني الافطار، الافطار كنت نعطي فيها 20 20 20 صح ورصاصي مرتين ما هو 24. لا الغداء 24 في الافطار 24 و20 فطور و20 سحور صح ولا 20 عشاء؟ ايوه اي أيوة. وكنت بعطي فيها 40 40 ايه لا 50
50 في 50 الصباح. باه ايوه ايه باه اسمعيني توا 50 و50 100 نحي منهم 30 يولوا 70 صحو ايه. انت ضربتي 40 ما يتعدلش السكر يا ماما انت نقصتي 30 كاملات اعطيها 60 الساعه 11 في 12 في الليل الساعه 2 2 الساعه 2 ليلا اعطيها 60 من رصاصي طبعا اعطاها الساعه 12 60 والساعه 2 60 ايه. واعطيها 24 فطور ايه و16 عشاء و16 سحور باهي العشاء كمان الساعه 12 معناها الساعه 12 برافو عليك انظني انظني درت لها عم نول هيك انظني صح ولا ايه هو هذا قاعد نحن نفكروا في الجرعه نتاعك باهي 24 24 فطور فطور و16 عشاء الساعه 12 و16 سحور و60 رصاصي باهي ان شاء الله باذن الله نعرفها الحاجه عندها مقاومه قويه نعرفها احنا مسايه ايه ايه لا والله كل يوم قاعد نسال عليكم ما حصلناك لكن لكن سكرها قبل رمضان كان كويس صح ولا كان 100 100 قبل رمضان نعرف ايه تعدل ايه تعدل لما درنا جرعه رصاصي مرتين الحمد لله هي في رعايه الله يا اختي سلمك دلي يا اختي ولا يهمك مرحبا بك كيف حالك يا دكتور ترد علي ارسل بالله ترد علي كاني شفت بالله برد وكاني ما شفتش بالله معناها ما تلومش علي اني ما ردتش الرساله ان بالله كلمه كبيره لما تقول واحد بالله عليك معناها فرضا علي اني لازم نرد عليك وندير لك الحاجه هذيك بارك الله فيك ارسلت لك رساله على الفايبر رقمك الخاص اي باهي اي حاضر ما دام طلبتي بالله عليك نعطيك رقمي الخاص حاضر اي 22 31 ماشي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ممكن استشارة تفضل ما كتبت شيء اكتب لي الاستشارة عشان تبي ميلاد اعطيني ميلاد هاي هنوزعه وحدك وحدك هاي نعم يا ميلاد السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله خير يا دكتور خير كيف حالك أنا عندي أمي داخل في علاج جلوكوسان كيف؟ تاخذ في علاج السكر اليوم دارت اليوم دارت تراكمي قديش رقم علاج السكر نعرفه من غير ما تسميهولي غير اعطيني رقمه بس 5 على 500 5 في ال 500 ايه اليوم دارت تراكمي 9.6% في 50 في 500 وفي 5 في في 5 في ال 1000 ما فيش 5 في 500 لا المنظم منظم اي منظم 5 50 في ال 500 لا 5 على 500 الجيل الكوفسان شنو هو؟ جيلو كوفسان كوم بقلايزي غالي المهم 5 على 500 باه ماشي على بركه الله باه خلاص التحليل التراكمي جلوكوفانس 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 ايوه تمام ايوه تمام ايه جلوكوفانس ما ينفعش هذا في هذا في دوانيل خلاص في اليوم في جلايبين في قديم شويه هذا في جلايبين كلامايد قديش تاخذ فيه مره؟ تاخذ فيه مرتين في اليوم يصير له هبوط اليوم دار تراكمي 9.6 ايه 9.6 10 قريب باي ولا التحليل العادي 136 يصير له هبوط ولا ما يصيرلهاش؟ لا هبوط لا باه الجلوكوفانس لازم يتوقف باه شنو ناخذ مكان يا دكتور والله اعطيني رقمك الخاص وين تسكن انت؟ انا في الهيشه ونازح في جدابيا وين نازح؟ جدابيا في جدابيا ان شاء الله ايه ايه جدابيا نبعتك به اعطي رقمي نبعتك حد في جدابيا باهي نبعتك حد ان شاء الله بنغازي قديش تبعد على جدابيا هي بنغازي قديش تبعد على جدابيا 160 كيلو ولا هل بقى ما نعرف ولا ما نعرف المنطقه الشرقيه يعني حدي مصراته ولا اكثر من مصراته ما عمري مشيت ابعد مكان هذا في جدابيا تو نبعتك حد في جدابيا عندي 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 حاضر اعطي رقمي بس اعطي رقمي تو نقول له ليه ونقول له شنو المفروض يندار وتو نكلم اللي بيشوفه ان شاء الله نحاول باذن الله نوصله اما بنغازي عندي والله عد كبير الله يبارك يعني كان بنغازي تو بعتك البنغازي والله ايه باهي لكن طالما ان دكتور بنتي عمرها 11 سنه عندها سكر من سنتين تاخذ في العلاج 16 الصبح 8 10 وفي رصاصي 20 بعد تناول العشاء بساعتين نلقوا فيه مرتفع بدل الاكل اخر تراكم 9 معناها لازم يتعدلوا جرعات يا اختي تو نرد عليك ونقول لك محمد
يا محمد تو رد عليك من بن وليد. محمد من بن وليد ابعث لي قياسات السكر على الفايبر. فايبر ولا واتساب؟ اه ابعث لك يعني الرقم تبعت لي عليه قياسات السكر. فايبر ولا واتساب؟ ابعث لي قياسات السكر قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء وبعد العشاء لبنتك لمده اسبوع، وبعدين نقول لك كيف نديره ان شاء الله، كيف نتلاقوا ولا نعدلوا جرعات ولا نكلمك انت. من عمري 47 سنه، الوزن 67، تراكمي 10. سبحان الله ما فيش حد يقول لك تراكمي 6 5 الا نادر جدا، اغلب 10 و 9 اشهر دوان اخذ فيه 50 على 1000 في الغداء، بالقلم رصاصي 12، ولما يتغير شيء في رمضان لانك غيرت 70 30 لانك تبي تغير عليه رصاصي وبرتقالي او برتقالي وفسفوري او السريع والبطيء مهما كان نوعه، ميه حليب رصاصي برتقالي اسماوي رصاصي اشهب اللي نوع اللي هو المهم برتقالي، المهم السريع بروحه ورصاصي بروحه. نعم سالم من معي. سالم منين؟ ايوه به تفضل. سالم والله سالم. اي سالم معك. سالم سالم خليك فيك معك. سالم القماطي. ايه تفضلي. سالم هنا من الزناتة، نازحين ساكنين في الزناتة. مش انتي سالم؟ سالم ماشي. سالم خليفة. هذه صوت امرأة. ايه سالم سالم خليفة القماطي. سالم خليفة القماطي انتي تكلمي بس. ايوه ايه ايه هذا الوالد. ايه يعني بنته. ايه ايه قولي يعني انتي اعطينا اسمك انتي وقولي نتكلم باسم الوالد. طيب ايه 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 خلاص سامحني لك. طيب ايه ايه مش لازم تعطينا اسمك خلاص، المهم بتفضلي اختي. ايه 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 معليش دكتور، انا عندي الوالد هذه عنده الصوت. ايوه ايه ايوه الصوت. غير اسمي بنيتي اطلعي في مكان فيه تغطيه ممتاز وبعيد على الدوشه بس. إيه اسمك كويس ان انا ما اسمعش كويس في الصوت اليوم. ابا اي دكتور. ايه اعطيني هاي احكي لي هاي. ايه اني الوالد قلت لك عند السكر كان ياخذ في القلم اللانتس الرصاصي. اللانتس الرصاصي باه. ايه ايه وكان التراكم بتاعه يعني لما درنا له التحليل من شهر واحد يعني 6.5. حلو ممتاز باه كويس. بعدين ياخذ مع اللانتس. شنو ياخذ مع اللانتس؟ شنو حبوب اللي ياخذ فيها؟ كان الهاضم. نعم حبة الهاضم. الهاضم شنو هي؟ 850 500 1000 850. طيب ايه باه كويس. امتى ياخذ فيها؟ مرتين ولا مره؟ لا ياخذ فيها مره بس، مره واحده المفروض مرتين. باه ايه طيب. بعدين بعدين لما رجع للدكتور نتاع قبل طبعا شهر رمضان مشى لما لقيت تراكم نتاع 6.5 غير لي عليه الحبوب نتاع 50 على 1000. 50 في 1000 في اليوم. باه ايه كويس. باه إيه. كم عمره والدك هو؟ كم عمر الوالد؟ 73 سنة. كم لي عند السكر؟ قديش لي؟ والله عنده أكثر من 15 سنة هو السكر. ما يجيش يعني تحيل الإبرة. ما يجيش ما يجيش ما هو الدكتور وتحول على الحبة. ما هو الدكتور ما هو الدكتور بتاعه لما يجي التراكم بتاعه منتظم وكذا مش يحول على الحبة. ارتفع السكر توا؟ نعم تو ارتفعه تو. بنحكي لك أنا الدكتور شنو صار مع الوالد يعني تو في شهر رمضان حيرتفع السكر. لما خديه 50 على 1000 دي مرتين في اللي قبل رمضان. إيه؟ اول يوم رمضان خديها في الفطور وخداها في السحور. اليوم الاول من رمضان مش حاله باهي. ثاني يوم في شهر رمضان لما خديه حبه السحور حتي ايضا جي مع الساعه 3 دار التحليل لقيناه التحليل بتاعها 59 يعني هابط هبوط. ايه مش قلنا له افطر بسرعه يعني فطرناه. بعدين تو ياخذ في حبه واحده من ال1000 على ال50 ولكن التو لما دار التحليل بتاعها لقاه 100 و95. ايه عالي ما قلت لك انا من الاول. ايه ارتفع. ما عادش عرفنا يعني دكتور كيف يعني نقصوا نغيروا العلاج ندوا علاج ثاني. عنده دكتور المفروض يرجع له يا اختي ذيك الصح. ما هو احنا نبوا نمشوا لك انت دكتور ما عرفتش العياده نتاعك وين يعني ورا. لا لا هو حتى دكتوره كويس هو ما دام اعطاه اللانتس 850 يعني. إيه؟ هو المفروض شنو؟ المفروض كان اخذيه 50 في 500 فهمتي كيف؟ بدل 50 على 1000 درت له هبوط وقد يكون الهبوط هدايا يعني عارض وخلاص يعني والحبة. أنا لو أنا في رمضان جاني. إيه؟ قبل رمضان وعدلت. إيه؟ ومعدل سكر ولقيته يا سلام عليه باللانتس وستة ونص تراكمي والله من مسة ولا من حط يدي. إيه؟ عليه نقول له أخوته من 150 بعد الفطور والإبرة اللانتس قديش ياخذ فيها كان؟ كان ياخذ انت 10 10 إيه؟ 12 نقول له خليك على 10 12 نتاعك اللانتس لغايه ما نتم رمضان وكان في شيء بيتغير يتغير بعد رمضان. لكن بما ان غيرنا توا قبل رمضان
وإحنا توا هيك حبتين دارت هبوط، حتى الهبوط أنا راه مش مقتنع بأن الهبوط قد يكون إنه هو عارض وخلاص، قد يكون يعني حتى قياسات السكر في يامات اللي غير الهبوط إيه عالي، لأنه هو التراكم تاع واحد دكتور يعني فوتي التراكمي، يعني تراكمي هذا مؤشر فوتي التراكمي. خلينا بالقياسات اليومية اللي في الحوش، القياسات اليومية اللي في الحوش هي اللي بتقول لي كيف ده اسمي توا. خليه عليه 50 عن الألف حبة واحدة بعد الفطور، وقيسي السكر مع قبل الفطور ومع الصبحية، الصبح وقبل الفطور وبعد السحور، بعد ما يتسحر بساعتين وقبل ما يفطر في المغرب باهي، والصبحية مع الساعة 9-10 باهي خلاص. كان القناع عالي عندنا حلين، يا إما نردوا ليبرع ساعة 12 في الليل، يا إما نحولوه على 50 في 500 مرتين في اليوم بعد الفطور وبعد السحور. باهي دكتور على حسب القياس، وتو يعطيك رقمي تبعتي لي قياسات على الواتساب. باهي أنا استخدامي في الواتساب طبعا أكثر من استخدامي في الفايبر، ولكن رسائل الفايبر هم اللي جيني أكثر، اللي بحكم استعمالنا في ليبيا الفايبر أكثر من الواتساب، هم صوصوا زي بعضهم، لكن هو الرسائل يعني اللي جيني على الواتساب 353 رسالة موجودة، فمن الصعب جدا أني سأجيب على 353 رسالة. هذا على رقمي الخاص، هذا على رقمي الخاص، هدايا هدايا هذا هذا 532 رسالة، مش حتى أنا نتقدم لكم بالعذر وتعذروني إني أنا ما قدرش نجاوب على كل الرسائل اللي تردني، يعني الآن لو يقدم لي هذا تليفون برنامج عندنا 532 رسالة على الفايبر، 348 رسالة واتساب، هادو مازال ما فتحتهمش، هادو اللي فتحتهم عندي 253 فايبر، 17 رسالة واتساب، عندي 959 رسالة عليه اس ام اس. هذا علاش انا نحاول بقدر المستطاع اني نطلع الرسائل ب يعني الموضوع واحد، الموضوع اللي مجموعة، يعني مرات نجمع حتى 20 و30 و40 رسالة في موضوع واحد. فالوالد مع سكر 10 سنوات ياخذ في مقدار 30-35 مساء و10 في الليل، ياخذ حبة دهون 20 حبة سبولة سيولة قريتها حبة سيولة، هي مكتوبة سبولة باية، حبة سيولة ماشي، كودا يوفان اللي هي 12.5 حبة الضغط باية. آخر تحليل سكر 214، كرياتينين 1.4 يوريا هاي، والتراكمي هاي، معناها العلاج لازم ردوه. في واحد يقول لي الله يرحم والديك أرجوك رد علي، الله يرحم والديك ترد علي تربح أرجوك. حاضر أنا ردت عليك، ردت عليك برسالتي، بعثت لك رسالة قلت لك رقمي فيه بعد البرنامج، ما قدرش رد عليك وقتنا يعني موضوعك طويل هلبة، يعني ولدك 10 سنوات سكر عالي وموضوع يبي طويل يبي قريب ساعة شرح، ما قدرش ناخذ البرنامج كله في الشرح قدام الناس، مش حيستفيدوا منه الناس، ولاد على الخاص إن شاء الله. باهي السلام عليكم، بارك تفيدني في تحليل الغدة الدرقية لما يكون تي 6-5 والدكتورة قالت مرتفع ضروري تراجع دكتور باطنة يعدلها بالدواء، رجاء توضح لي. نعم إيه 5 مفروض 4.5 معناها عندك بداية ارتفاع، إذا كان جديد بعد أسبوع تعاود التحليل، وإذا كان قديم وعودت التحليل وطلع مرتفع مازال تمشي للدكتور غدة، أول حاجة يشوفها بالألتراساوند وتبدأ بحبة صغيرة حتى 25 ميكروغرام كويسة تبدأ بها الحبة، ممكن إن إحنا نبدو بها وبعدين سهل إن شاء الله. باهي أعطيني هاي آخر مكالمة، هاي بالله يا رقمك فايبر بدك تحليلاتي. باهي حاضر، تفضل. منو؟ أحمد من الجفرة، تفضل يا أحمد، تفضل يا أحمد. ألو السلام عليكم دكتور. مرحبتين بيك يا أحمد، تفضل. إيش أخبارك دكتور؟ أمورك طيبة إن شاء الله. الله يبارك فيك وأمورك طيبة إن شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله فيك. الحقيقة عندي موضوع ملخبط شوية مانيش فاهم، لأن أنا الوالد والوالدة متوفين من أثر السكر. إيه صحيح. فعموما يعني بعد حصلت عرض عندي غباش في العيون ما عاد نشبه يعني. كم عمرك يا أحمد؟ عمري توا 48 سنة. 48 سنة، طيب إن شاء الله ما نقطعش الخط، بلا نبون نسمعوه أحمد للأخير. إيه بارك الله فيك. إيه
فما بالصدفة نقرا في مواضيع هيك، قلت خليني ندير فحص سكر، فحصت لقيت انه المفروض انا من قبل المفروض نفحص سكر باعتبار الوالد والوالده عندهم سكر، يفترض به انه المفروض فحصت من فتره قبل. صح. العموم فحصت لقيت التراك حوالي 9. سكر يرقى يوصل لعند حوالي 400 الا. ايه. هذا اول فحص. عالي. مشيت الدكتور عندنا طبعا في المدينه. قال ضروري انك انت تاخذ، اعطاني حبوب. شنو اسم الحبوب هاي؟ ايش تحب اسمها؟ اميراي، اميرال. اماريل، اماريل، اماريل. اماريل، اماريل، اماريل 4 ملي جرام. ايه. بعدين؟ مشيت تمام، قعدت ناخذ فيهن وقعدت نحافظ ان شنو لغيت جميع النشويات، السكريات. ايه. برافو عليك. حاول قليل من النشويات بالكربوهيدرات قليل. وبعدها منعت منع نهائي. جيد، برافو عليك. مشت الامور حلوه، بدات لكن بديت سكر صايم، قعدت نقيس فيه صايم، وطبعا خذيت جهاز فيزيولوجي، خذيت حاجه على مريل، خذيت منظم على مريل يا احمد، خذيت المنظم قعدت ناخذ فيه. قديش رقم المنظم؟ قديش رقمه؟ 4 ملي جرام مكتوب عليه. لا لا ما فيش 4 ملي منظم، منظم اللي هو 850 500 1000. لا ما نعرفش اسمه، هذه عطوه لي، بس هذا عطوه لي الدكتوره، هي مكتوب عليه اميرال 4 ملي جرام. اماريل، اماريل 4. اي اي اماريل 4 ملي جرام. جلايمي برايد، جلايمي برايد. اي باه. اي تمام، خذيت جهاز اسمه ون كول بلس. ون كول بلس. اي باهي باهي. طيب مش مشكله، استرسل بسرعه شويه. اي قعدت نراقب، قعدت نراقب على وقت البرنامج. اي ما عرفتش كيف ان يتنظم الموضوع. قعدت انا نوريك انت في الجفره ولا؟ خذ رقم تليفوني وتواصل معي، انا نوريك كيف ان شاء الله. قول لي انا تواصلت معك في التلفزيون باهي. شكرا. انا نوريك كيف، لان موضوع طويل ويبي شرح ويبي كيف ناخذ. شكرا، بارك الله فيك. اكيد راح نعطيك وقت. شكرا، بارك الله فيك. حاضر حاضر، ولا يهمك. حاضر ولا يهمك. ف بعت لك فايبر. طيب 6 رمضان سكر متاعي مشى منظم من 350 ل 400 قبل السحور، يعني من 6 رمضان سكر متاعي مش منظم من 350 ل 400 قبل السحور. ماشي، ناخذ البرتقالي 6 والمنظم 3 و8 ترسيبة. لا تبي تعديل جرعات، تبي فطور وعشاء وسحور. لما يضل السكر مش منتظم، لما يضل ما ينتظمش السكر، نبي فطور وسحور و وعشاء. يعني مفروض تاخذ 6 فطور 4 عشاء 4 سحور، 6 و4 10 و4 14، وترفع الترسيبه من 8 ل 14 باهي، لان باش ينتظم ما دام سكر 350 400. الله يرحم والديك، والدينا ووالديك. حاضر، رد علي رقمك وبارك الله فيك. حاضر والله اكثر من مره. حاضر، ها ما تقدرش تقول لا. ايه انا دقيقة هادية بصراحة، دقيقة هادية بنتغتنمها اغتنام في نقطة مهمة جدا. والله انا مبسوط جدا 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 وممنون من كل المتصلين ومن كل اللي يبعتوا، من العدد الهائل جدا للإقبال على الرسائل وللإقبال على الاتصالات. الاتصالات يقولي 350 رسالة، 350 اتصال، هذا غير مست كولز من التليفونات. 282 ثاني مرة، 288 يعني تعاودوا مرة ثانية، يفتح يصفرهم ويفتح من جديد. شن دليل هدايا؟ هذا دليل ان هذا الشعب شاء من شاء وابى من ابى، ان هذا الشعب حتما سيقف، حتما سيقف من كبوته، وانه هو مثقف وشعب متعلم وشعب راقي، وحينتظم وحيتعدل الطب عندنا باذن الله تعالى. ومادام هذا مستواكم، ومادام انتم هذا، كل شيء حيتصلح باذن الله، والنظام الصحي حيتسلم يتصلح. الى اللقاء باذن الله غدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وشكرا جزيلا لكم لرقيكم وثقافتكم وعلمكم ووعيكم.